انت شفت، انت لقطه مهمه بتاعت الاسره وكورونا. انت حصل معاك يعني في يعني ما شاء الله انت بتدي بتخدم كمان الناس، وعايز اقول ان الدكتور احمد مونس برضو بيعمل اعمال خير يعني، ان شاء الله نبقى نبعت لك حالات مجانا. دكتور احمد مونس والله العظيم انا يا جماعه انا كنت ببعت له ايام ما كنت بعمل صح النوم حالات علاج كامل وديهم الدواء كمان طبعًا. فان شاء الله ناخد 5 حالات كده في الشهر مثلا ولا حاجه في اليوم. يا حبيبي ربنا يخليك يا رب. خلاص يا جماعه اي حد اهلا وسهلا، ربنا يديك الصحه ويجعله في ميزان حسناتك، وانت ابن عظيم عالم جليل الدكتور علي مؤنس، فهذا الشبل مذاك الاسد والخير موصول ومدرسه العطاء موصوله في عيله مؤنس.